ننتقل إذن للمناطق اللبنانية. المناطق كارل اللي اخترتها كمان الليلة هي من التركيبة السياسية بالبلد، خارطة السياسية بالبلد. بنبدأ أول شيء بقصر بعبدا. عم نشوف دائما بقصر بعبدا وأغلب الأوقات درجات الحرارة بتكون كتير حامية، 35 درجة مثل ما عم نشوف، والرياح بتكون كتير عاصفة. إجمالا هيدي هي الأجواء بقصر بعبدا، تعودنا إنه تكون دائما عاصفة ودرجات حرارة كتير حارة. إذا من قصر بعبدا بننتقل كارلا نحن وياك المشاهدين لعين التينة. عين التينة مثل ما عم نلاحظ درجات الحرارة عم بتكون شوي معتدلة بالمقارنة مع قصر بعبدا درجات الحرارة المرتفعة، إنما هذا الشيء ما بيعني إنه الأجواء عم بتكون رائقة. دائما بعين التينة في عنا جو غائم وضبابة والمشاكل دائما موجودة، خاصة بين الرئاسة الأولى والرئاسة الثانية. من الرئاسة الثانية بننتقل لمدينة طرابلس عاصمة الشمال يلي هي مسقط رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. نجيب ميقاتي معروف برواقه وبالدبلوماسية تبعوله، وبالتالي الطقس يلي بيعكس لمدينة طرابلس هو بيكون إجمالا استقرار، درجات الحرارة كتير كول عم تكون 20 درجة مثل ما تعودنا على الرئيس ميقاتي. المصيبة الكبيرة هي بالمختارة. بالنسبة للمختارة ولا مرة كان في عنا استقرار بالمختارة، الطقس دائما متقلب بين استقرار وعدم استقرار، والأجواء بتكون صاحية فجأة بتنهال الثلوج والأمطار الرعدية على العالم. هذه إجمالا أطباع المختارة. حتى درجات الحرارة بتكون أحيانا حامية كتير، وبيكون في عنا فروقات حرارية كتير بين المينيموم والماكسيموم. هيدي الأطباع يلي بتتميز فيها المختارة. نوصل هلا لآخر منطقتين يلي هن معراب وبنشعي. معراب وبنشعي شوي قريبين لبعضهم بالبيهيفير السياسي إذا بدك. درجات الحرارة كمان بتبين إنه معتدلة ورايقة، لكن الطقس بيكون مغبر، دائما مغبر، والرؤية أبدا ما بتكون واضحة. لذلك التعامل مع معراب ومع بنشعي بدها كثير من الحذر خاصة بالقيادة. أنا حبيت أعمل طقس الأيام المقبلة من شو بيتمنى اللبناني بالأيام المقبلة من تحسن بالأحوال الاقتصادية والسياسية، وعكسناها على الطقس. إذا بنهار السبت بعد الأجواء ملبدة، درجة الحرارة ساعة عالية ساعة واطية ورياح عاصفة، بما أنه مثل ما عم نشوف أجواء سياسية البلد ما عم تكون أبدا مستقرة. إذا بننتقل للنهار اللي بعده نهار الأحد، عم نلاحظ وبنتمنى أنه الجو يبلش يروح إلى الاستقرار أكثر، منه بتنخفض درجات الحرارة وبتقرب أكثر على الاعتدال، والطقس ببلش يصحى شوي شوي، بالرغم من أنه بيكون في عنا شوية سحب، إنما ما فينا ننتقل دائما من حالة عدم استقرار إلى طقس صحو كليا. عم نحكي كمان على السياسة. سنة لقدام. إن شاء الله بكم يوم نقدر نوصل لهالشيء، وإن شاء الله الاستقرار كمان بكفي معنا نهار التنين مع كمان درجات الحرارة بتقرب أكثر نحو الاعتدال 21 ل 28 درجة، أجواء بتكون قليلة السحب، وتنوصل نهائيا إلى الاستقرار التام من 20 ل 26 درجة، والجو بيخلى من كل المشاكل بالبلد على أمل. لتحضر كل برامج الـ LBCI زور موقعنا على www.lbcgroup.tv. سجل على www.lbcgroup.tv، عمول سبسكرايب على الويب سايت، واحضر كل البرامج والحلقات والتغطيات المباشرة ساعة اللي بدك. نزل الابليكيشن الـ LBCI وخليها عطول معك.